برحب بحضراتكم مرة تانية ونتنقل مع بعض للخبر اللي معانا دلوقتي. خبر بيقول أعلن البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 40.36 من 100 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 من 10 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. برحب بحضرتك على شاشة ميسات. وخليني أسأل حضرتك المقصود بالاحتياطي النقدي وأهميته. والله المقصود بالاحتياطي النقدي زي ما بيسموه مخزون العملات الأجنبية في البنك المركزي للدولة بمصر مثلا. هو طبعا بيتكون من الأصول بالعملات الأجنبية، أي أصول مالية، بيتكون من الودائع الموجودة، بيتكون من الأدوات المالية بالعملات الأجنبية، بيتكون من الذهب، من حقوق السحب الخاصة اللي هو SDRS اللي هي إيه مقررة من صندوق النقد الدولي. ده أهميته كبيرة، أو بيطلق عليه إيه تحويشة العمر، يعني هو اللي بيأمن الدولة في بيديها ثقة، بيعزز الثقة في السياسة النقدية وبيسمح لها بإدارة سعر الصرف زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت، وبيواجه التقلبات في القطاع الخارجي اللي ناتج عن الصدمات الخارجية السلبية طبعا من خلال ضمان سيولة الاحتياطات الدولية. كمان هو بيدي ثقة وبيرفع ثقة للأسواق في الوفاء بالالتزامات الخارجية من قروض وكده. كمان هو يعني بيكون ثقة للأجانب، أم يعني أما نيجي نتفحص الاقتراض، يعني أي دولة بتحب تقترض أو كده بيبقى إيه في ثقة، بيبقى الاحتياطي كبير وضخم وكده. كمان بيأمن احتياجات الاستيراد لفترة معينة اللي هي حد الأمان من 3 لـ6 شهور، لكن لما بيكون الاحتياطي كبير ده بيكون أفضل. يعني مثلا لو إحنا في الفترة اللي فاتت دي كان يحتاطي مثلا 150 مليار مثلا، ما كانش حصل أزمة في التكدس البضائع في الموانئ المصرية، وده بيؤدي بيكون له تداعيات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الداخل. فكان ممكن زي ما في كورونا مثلا تم استنزاف 9 مليار أو تحويل 9 مليار أو الحصول على 9 مليار من الاحتياطي لتأمين لما كان حصل في كورونا وحصل التداعيات السلبية، فالعملية عدت بسلام. فكل ما الاحتياطي بيكون كبير كل ما بيكون ده أفضل في موقع أي صدمة مالية، سواء ارتفاع سعر النفط، حبوب الزراعية، تعطل سلاسل الإمداد والتوريد، كل ده بيكون عندي أمان إن هو بيخليني أعيش الفترة دي لحد ما تيجي موارد ذاتية أخرى تأمن ذلك يعني. طب يا دكتور عشان نشرح أكتر للسادة المشاهدين ممكن حضرتك توضح لنا إيه هي دلالات هذه الزيادة؟ ولا دلالتها قوية طبعا إن هي بتزود ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وده بيدل على مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات. يعني كل ما الاحتياطي بيزيد ده بيدي ثقة عالية طبعا في الاقتصاد المصري، فممكن انه يعني بيسمع ان هو يعني التعامل مع في الاسواق الدولية بشكل افضل. يعني على سبيل المثال لو مثلا صندوق النقد الدولي مش هيدينا قرض لما يكون الاقتصاد بتاعنا كويس، اما نحب نطرح سندات مثلا دولية مش هتكون بسعر مميز لما يكون عندي احتياطي، لان المستثمر الاجنبي هيكون عنده ثقة في الاقتصاد. كل ما كان الاحتياطي ده أقل كل ما أنا هاخد تكلفة اقتراض عالية أو التعامل، يعني نقدر نقول المعادلة كده كلما زاد الاحتياطي أو ارتفع كلما زادت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وحصلت على مزايا كبيرة زي سعر فايدة منخفض لو أنا باخد كارت مثلا. دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخلة.